أفاقت ناحية البغدادي غربي قضائه على وقع فاجعة تعد الأولى من نوعها، راح ضحيتها مدير محطة كهرباء الرمادي وزوجته وطفلتاه ونجاة الصغرى، وحالة من الرعب تسود المنطقة. أصبح الصبح اليوم أنه هاي العائلة مقتولة كلها، مقتولة مثل ما يقول الواحد بدم بارد، يعني الأب والأم وبنات اثنين، علما أنه ما عنده أي عداوة ويا أحد، يعني إنسان خلوق ما عنده شر ويا أحد، يروح يرجع على دوام ويساعد الناس. لقينا مقتول هو وزوجته وأطفاله على لا هاي ولا ذي، هو مهندس مدير كهرباء الأنبار. شنو السبب؟ ما حد يدري، لا مطلوب لا اسمه رجال، وين ما تيده يرمشوا وياك واي اي شغله يروح وياك. وجهاء الناحيه اكدوا ان الحادثه تعد الاولى من نوعها في المنطقه، مطالبين بكشف الجنات وانزال اقصى العقوبات بحقهم. عزي انفسنا ونعزي اهالي البغداد الكرام، والناشد السيد وزير الداخليه المحترم حصرا الى اهالي البغدادي انه يقف ويانا على كشف الجريمة حتى ما تكرر مرة ثانية. الأدلة الجنائية وفرق مكافحة الإجرام والإرهاب طوقت مكان الحادث وشرعت بالتحقيق. وفي بيان عاجل لقيادة شرطة الأنبار، أعلنت إلقاء القبض على متهمين اثنين ضالعين بعملية القتل لمدير محطة كهرباء الرمادي وعائلته. من الأنبار مصطفى الحامد، الشرقية نيوز.